وهي اللي عم ترفع الشعارات. شو اسمك؟ ماري جوزيه. ماري جوزيه، انت اليوم حامل العلم اللبناني وجيت تتظاهري مع اهلك وعائلتك، انت اليوم ليه زعلانه؟ ليه؟ شو اللي عم بتطالبي فيه وشو بدك بلبنان؟ انا عم طالب بلبنان لانه هيدا النظام من اللي عم بيحكم البلد، هيدا الشيء مش حلو، هيدا الحكومه فاسدة. وانا جيت بدي عم بوصل رساله لكن عم بوصلها كل يوم، عم بجي لهون عم بوصلها مش مشان كم اشخاص، مشان كل الشعب. بدي اوصل رساله واحده وراح كملها. امبارح جيت انا هون حكيت نصها واليوم بدي كملها. اهلنا ما عم بيشتغلوا بس لانه مشان يامنونا، عم بيعملوا المستحيل بس يجيبوا لنا تناكل ونعيش تيامنوا لنا مستقبلنا. ما عم بيشتغلوا المدارس، ما احنا بدنا ندرس، ليه بدنا نحن نوقف صرنا بس مشان هيدي الحكومه اللي ما بدها تحس فينا، اللي ما عندها ولا احساس مشانا. قد عمرك ماري جوزيه؟ 11. يعني ماري جوزيه اللي عمرها 11 سنه بفتكر عم بتعبر عن وجع كثير من الناس مثلها وكثير من التلاميذ مثلها يلي اهاليهم عم بيعانوا كرمال تيقدروا يعيشوا ويدفعوا لهم اقساطاتهم.